إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس نعمت ديوخ بيمر وديا سن قلتن دق أدم عيغدن دق أمة ديحونا شن حق دعت الوجه تان دس دل شو نعمت تانية تارة دق انتبه شو نعمت ديوخ بيمر وديا سن قلتن الصحة والصدق مقش خضرية والفراغ والصدق سبودنا خضرية شو نعمت ديوخ سقو تاكل دش دعته طبعا من يحاضر ده تالى حلقة ده سقي مقش خضر سجي زروري بين دقة أنخوي بو تغنى مول حية أخدوا أشبه تغنى وجدوا لزرع يو مول خاجة دقة مخدوا أشبه تاق تغنى وجدوا مول خاجة حمك أخدوا لي بيد الناس تغنى يوتا شو دا ليوي مول خاجة يعني وقت على في حق نعتوا وجدوا ناخا والت نخ بوبي حياة يلي يأخبع عن تماكي تعقد يعني قتلوا في حياة يتي دقة نقلبس دقة نعذروا يكلس سانة شيء ديغ مقش قدر شيء مقش قدر سانة لور ديغ تخيج بعد نقل من الله هو أمة تغبيق أغيتهم بوا حار سقا حية أخدوش حار سقا دستو بني نلدو وزلو حمق لقنو وضالة سنقع درب ديت تاس دوا بوسو بنقع دو دربا جي حوال دوي دا قرآن شو يوخ وإذا مردتو فهو يشفين إبراهيم بيمولي الله عليه السلام شناخت يرتيوخ شي الله وجه مكتيجي فإذا مريت وسطمه مش خلصه فهو يشفين درب الله حدس من يرتيوخ قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء لقن وضال تحلز الدوست يا مدات ولاك الموضة إلا أنزل له شفاء داء تمدح درب عدد شمكاي سياق حديث قبيل من النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء حار لزر درب نشان فإذا أصيب دواء الداء نقع سن سقو تموخ شي وزرع دعو للموخ سقو حقيتي تنكر يوغيا برا بيد الله ديال كل متحميق وقبوز جوغته تتقوى شي نقع سن تموخ تسقو سياق أسامة ابن شريك زور رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير تعدينا عن ديال إيش فوش وغرشي يوغ تنقونا أصحاب أخي شابار يوغ بون تاكيت واخذر داج مو ستين بار جو فسلمت ثم قعدت ساسوند اخي شيو فجاء الاعراب من ها هنا وها هنا اجبارت مهتقي ستين بار خانة دق اق عربي بدو يدق دق دعال ساعه دق حسب اجر جو سمعتني حسب يا قال يا رسول الله حين قالوا انا تداوى درب بيتونين على درب دي شيء درب اش دي يا شيو فقال أتم يا الله عليه الصلاة والسلام تداو شيء درب دي الله فإن الله عز وجل لقن وضال لم يدع داء لقن وضال تحلز الدوس دي داكشان إلا وضع له دواء شيء دوحو درب دوج مالكا غير داء واحد تحلز الماء داكشان شيء دوحو درب دوتر وهو الهرم السبقور دي الله أتم رضي الله عنه جابر الزهر رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا فيمر وديا صن أبتن أبي خنو صعب شوية خنوس فخ هذا تي أو خنوس أزوج دور دعوة وقت أبتن وديا صن خلتن أزوج صن درب دي وقت أزوج صن ليه درب غا أشتو واجيا صن برج جانية أزوج صن تي صوت تعلق أبي حازم مدوت رضي الله عنه سئل سهل ابن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ابن سعد كاتر يوخ إلتنا ياخن شو ديهم
راني قتي أول شيء أو كنا ياخذ شو حن ثاني درب الواجه فقال المالك سهل زال يخ ما بقي أحد أعلم به مني صدق يا أصحاب دار خو تحسك مسا واحد من أخته كان علي يأتي بالماء في درسه عال ده رأس خلصم دا شيء تقول ده شيء تش خيش عادي عال في حدا هاليوخ وفاطمة تغسل عنه الدم فاطمة تخساني تنتيد على قرطه وأحرق له حصير فحشى به جرحه وطبعتان باش محمد يواجي يا تنتاني إص شو عد إصدائي وشني إذا سمعت تنتيس وستروا على قرطه أوتنا يا صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم من سبعة مرات عجوة حال سجيوخ إس أريح شعين حغطتش تعير الفتة تور خرمة عجوة خرمة هيتشو عجوة خرمة حلخة حية يتفع الخنية أراح المطق مدية تتيين شو ديها حاسة ديها غير تما تريد بيوخ خلو يوخش عجوة خرمة حال عين سجو ورطة ديتشو أوتنا يوخ عليه الصلاة والسلام لم يضره في ذلك اليوم تدينا تنزيد المدة ثم الضحج دو حمزية ولا سحن بزبو شوزي أنس بن مالك زور رضي الله عنه ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله ياجا شي بريتا أبو طلحة وغير قيم الهوف دي أصلا بوطن شي تاين بريتا وغير زور ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك تمر؟ قلت من الآن وقت سنداء أبو طلحة حي ساني خرمة يحكي هي وقت سيوخ فقلت نعم فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر توجن وسحلوا على عدا برخان عن بر أبو ذكر خرمة يجي حيتها توجن وسخرمة ذي صار شيء شيء هذا ما جي الله شيء شدوا يستعين خرمة تؤدي ودي عتبيرة بكح خرسوجا قيمة ودي صار بطن خرمة السنة دعاء الله عدا كبيرة اسمه محمد لكن بقول توجن يشد ذي صار بطن تنا دعاء ذكر بروحه اسمه قيمة الله ليه ذي صار بطن حب الأنصار التمر يا أنصار إيش مدي يتبعناه مقش سانج أدقية شيء خرمة سيدنا يوتن ويوه عليه الصلاة والسلام إن في الحبة السوداء عرج تميني على قيمة رضي أصلا بطل تميني قعا شفاء دار دشان من كل دان شيء منذ وزير الأرض إلا السام غضب العمل يتقاشو مطلع لا تعيضا قول عن شو يوه يخرجوا من بطونها تو نقر مجو مصدو أقلون تو نقر مجو لقنو دار شون نقر مجيد شون كيرش كريو دال شون كيرش كعلا شراب مختلف ألوانه دال شون نقر مجيد كيرش كعلا باش باش بس عدو شتيب تيب عدو جي مت عدو حن يغدال فيه تو مجيد قح يغدال شفاء للناس از أبما دال درب داد يغدال دال يوخو تونا موق يأس دال شون قح درب داد از يغدال حان درب ما تون قح خليش واسن دال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استقلق بطنه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اسقيه عسلا أبو سعيد الخدري تقول أخي يريد قيمة لأصل مرتب تقول أخي يريد قيمة لأصل مرتب سيدة أبو سبوش وشي لجوة حوت شي زي لزر دوتن شي لزر جيد كست كست أروف حوت شي زي تدار بيرسون يا أوتون يا أرتون جو إسقيه عسلا مزمل ديسون يا جو فسقاه ثم جاء تدع تون مزمل يغير جو يغير يا أرتون جو على مزمل داتون لازر الله يحمي صوت دوا يدار قندع يا أرتون جو شد خذ يغير جو أزم أوتون وش هو هذا ده أصلا غلطن أوتون وش مزمل دي والش دار خلط والش أز يز لا يش بيه مري الله ده أصلا غلطن صدق الله ديال بق ملو ثم درب داره وكذب بطن أخيك حيشي كيرو أب جموت أرتيوخ فسقاه تأخ مزمر أرتيوخ فبرأ تودع عيدك ومضاط درب لنا حمية يوزيوخ عاو ما تحبو تشاريوخ از مد عتمن دلي عن درب قلت أن تدو تجي شيشي دي حين تم وضو شرط قد جئس ميل دي جدس الدرب عجب عمن دلي عن نسا بتوى عوق تجد أحتمع ابن عباس ويوه رضي الله عنهما فيمر يا الله عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة
دار بق قيحة من قاعد شان حصل مزق قاعد شان وشطة المحجم حجام قاعد إذا قاعد شان وكية النار دعا كية فنيقص دعا شو حنفرج قاعد يقص في شو يلي موضوع يفرج قاعد يفنيقص كية يحيي حطوا شو يلي تقع دار ديان بيهم الوضع سمعتم وأنا هاي أمتي عن الكي نسي أمتي عن الكي تير ديسو يعني بيهم الوضع سمعتم استا تير ديسو يعني تسو عاو مقيو تنقع شو يوم دار تنقع لزر دوم دار أمتي تقعد جا بيهم الوضع عليه الصلاة والسلام ساقي حجة أم قايو بيهم الوضع صلى الله عليه وسلم أبوها إبدا مسعود لي أبوها إبدا مسعود لي تريوف إلتشنو دي تريان ديال سنة نوتن إلتش سنلي واقع بيسن إلتش معراجة بيسن قص إلتش داعي أولاك الموضوع بيت المقدس دعوغا سيقل سيقل بيحقا بيسيس إلتشم يقولوا عليه الصلاة والسلام عن ليلة أسرى به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلتش سيقل بيحقش بيسنا تحن سيقل حلق مبيان ترشي حار سيقل حلق واش كان تسيقل إيش كان الملائكة جي شيك أمر دج معك سنت أمر دج أمر أمتك بالحجامة حي أمتك حجامي الله يعجي حي أمتك حجامي الله يعجي حار سيقل إيش ملائكة أدقالوا أجل معك سيقول لقي الله يقيم رؤى صلى الله عليه وسلم ساقنا لا يقيم رؤى عليه الصلاة اسألت من الله رضي الله عنه قلت إن كان في شيء مما تداورنا به نرعس الشيء سحمق عشان درب لخش درب دشولي خير في الحجامة إجا ذيك أدو وجد درب حجامة حجامة عدي الله يقيم رؤى عليه الصلاة والسلام ساقنا لا يقيم رؤى عليه الصلاة والسلام حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتشنا دي أصلاً قلتنا حجامة أبو طيبة سقس حجامة دعوة فأمر له بساع من تمر لقيمه دي أصلاً قلتنا تنا تكاد خرمع ليه قيمه دي أصلاً قلتنا حجامة تقيمه تنا خرمع جورتنا حق ابن عباس ويوض رئيس قلتنا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام إلتشنا وشي حجامة ترتوى وأعطى الذي حجمه وشين حجامة سقى فيمرو تنبيع هنا مخلص سنة عخور ما يريد سحنه فيمرو ذا البطن ولو كان حرام أجل حرم والي لم يعطي فيمرو حجامة شو حمد قاسي أظنه تحق أنس ويوخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم إلتشنو حجامة ويوخ في الأخدعين أبواب يفورت يفورت قارت شو أبواب بقص يا شبقة بقص يفورت اعتي اعتوانا الشبقة بوك يورتو حجامي اخ والكاهل ولقيب يق وجه السقي يق لقيا فورت قحلوه شيء قارتوش سيقت يورتو حجام فيه مروا دياسا قلتن وكان يحتجم حجامي اخ فيه مروا دياسا قلتن بيتاش قاعد لسبع عشرة يوريت لا دينا يورتو وتسع عشر إلي قيس لا ديوت ناس دينا يورتو أو إحدى وعشرين إلي واحد تتبير دينا يورتو بيت قحص الناس تي دي بيت الناس تي بس يا سقادي قاعد قلت له دي عليه الصلاه والسلام حجام له فيمر يو عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنأة من المن وماؤها شفاء للعين فيمر يو عليه الصلاه والسلام الكمئة الكمئة فيها شيء ارسل بالله تروفي لقص تروفيلا سقوط واتلو تعميز بيمر عند الاسم قلت انه شنو حد عنده دخيا بيمر شفاء للعين بلغ دم دي عند اوتشن عليه الصلاه والسلام كان في تروك دي زكا بتروفيلا اجي زد بلغ دم دي عند بيمر صلى الله عليه وسلم سيقنا اوتشن دي اسم قلت نجس حمق حارم وحمق بيمر دم نهي دي خلل بحا أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث فيمر رضي الله عنه قلت نهي ذات بيحة متدربي وائل ابن حجر زوح سأل النبي صلى الله عليه وسلم سويد ابن طارق سويد ابن طارق زوح فيمر الكاتر رضي الله عنه قلت عن الخمر قارقة قارقة خاتر تنجوح فنهى فيمر نهي ذات تنجوح ثم سألت أخيو خاتر تنجوح قارق مجديان قلت له مجدان تأروح شوالا راس فقال له دق يا رسول الله يا نبي الله حجاله إنها دواء تنقع درب مني تنقع يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام قيم يا روح إن ولا ده تنقع درب يا روح ولكنها داء تنقع عزيمة ده تنقع غزر ما ده يا روح قيم روح صلى الله عليه وسلم تاع
Шайхана Гадайдан Чумахад Яд Алейхи Салату Вассалам Сага Хумма Яд Глик Дикас Сага Духу Саги Дих Духуш Сага Тимбету Иу Дикас Глик Дикас Фуляза Гайму Руйох Саллаллаху Алейхи Саллам Ал Хумма Мин Фейхи Джиханнаме Гайму Руйан Дайасан Толтуна Ас Хумма Глик Ан Фейму Руйан Дайасан Толтуна Жуж Гад Ирай Юху Ва Юху Лези Анцу Фат Фи Уа Бил Ма Хасани Айвайиз Ан Толтуна Дайасан Толтуна شيخ أسماء جور رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرة الموحوكة فتدعو بالماء فتصب في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وإنها من فيه جهنم سقاص كل يوم أسمع الشيء وشحا سقاص دائما شو زغيب بوجه تنبتل أطيوا جرس توجنوا ديال سلم طلتم إس جورتي طلع طيئس خد ثاني لاغي أنت زي أرجي تندع تواد دي عديهم تندع تواد دي حاجة قي تواد دي يس قد عدي كجوا تندر بدور تيو ونقع عام يو قص خد ثاني درب دو يعرف حبوا وش خاطع قيد دي عد على سق وش بيتلو سق وش بيشة حنا تعرف ما تجيب في مزامن شو عدي لسه وقت الساعة بيا ساعة بيا نوز حنا أرى أسعى وساعة بس عشقنا وش تدش يا خمسين وش تدش يا وش فدش بعد الله مس خميني أنش تعرف قريب كده مو على خمسين أصعب شكلت شيء شو قصنا حمت غيره وشر ما قد تنخوج حمدات ونيشة ونوس إذ بعد عار مخيوخ إس خد سال علي عدي يا ره تيب تيب أخوجه تحور وش من كوجه تحور تود ده قد أكل ما إيش واش بيوخ تحور ده بريز قد شلون كل ده كاب جيت بريز قد تمار كيا فين دواش كله إذ بعد تيب تيب أخوجه ده باش فيما رأيو عليه الصلاة والسلام تدينا الألت ديال صلى الله عليه وسلم أم المسيب بوتشي وغر جوات عجي إذا موجوا عشو خليه قليل بيتا ودوحو جوات عشو قليل بسوغي التاق يتر ديخ حيل جوات عشو ديخ ديخ بوتشي داخ صلى الله عليه وسلم ديخ بوش فيما رأيو خاك تش أهرت ويو قاسم إذا الحمى لا بارك الله فيها يقليل بيتاتسون دار بيك بوتقنا نتسو قليل بابا لا جوات 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 فقال الألت من رأيو عليه الصلاة والسلام لا تسبي الحمى غريب يا قيمر وردي يا سلم خلتنا تشنا يبر ميل يا روح فإنها غريب يا رتو يقصد كيش دو غريب بس يقول تذهب خطايا بني آدم آدم تحلين الزيادة ودو إنه جي دعوا واحد دو شانس يا روح قلتنا عليه الصلاة والسلام سيقنا عائلتنا يوم عليه الصلاة والسلام أبو هير زود يا رأس لطع دينا قيمر الثاني يا سلم لطع سكوش دو رتو يوم موجوات تعوفوا الحديق بعيد عيد بوجه ستمبرتور قطع إذ قطع قيم الأرتم جو عليه الصلاة والسلام أبشر قبل أبدأ الأخير فإن الله يقول دار قال حنوخ هي أذريب ناري ستصيص وصلتها على عبد المؤمن أت إندلا وصيلان دي في الدنيا شعطوغ جيس لتكون حظه من النار في الآخرة قيمة نعتم خجوة تصديح تنسب عليها غيش دنيا شعط حد تصديح خلو عزب عوفتجي قيمتنا حق اسحوك ازجي اخدو دنيا تشوحو قيمتنا على الله ضدي حوك دقاع سبحانت الله واقوي جولي دنيا تشوحو قيت تاعدريب حماجي لقنا دار تبتش دار حوك نتك عوش دار حازب دار دنيا تشوحو سبق عوش تجوان تاقد طاعوني عزازب دار طاعوني عرى كما وقتنا والله غميك يا جي ابيدين يقص نقواب جولي فهم ريو عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم استطاعون الإبديميان قيمر رضي الله عنه مئة رجاء حال المسلم سكاء وواجه قول الجزيان قيمر عليه الصلاة والسلام عائشة زهر رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أوشن كاترة زهر استطاعون سواء إبديم نظر على أسا فأخبرني أوشن أرشو جو عليه الصلاة والسلام أنه عذاب دير عزب بس يبعثه الله على ما يشاء دار الشين ومش قمق دار طول عزب بس وأن الله جعله رحمة للمؤمنين نقن وضاع تنقع إن الله نعطيه تنقع ليس من أحد يقع الطاعون تعدي عن تطاعون تجمع تغزر كما أقواتس فيمكث في بلدي شي تقيتا تميحك الأرتوى تميحك زوجه قوز صابرا دي ستو وجولش محتسبا شي ديالك يوخر ستو سجوخ يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له شي دال دي غرما شي زي خبدوات إن لا وجوخ تميك سعيق وزوخ إلا كان له مثل أجل شهيد لقنا وضع تون أدخل شيء
Да, Алгазир тогда шахиди садал, тем же жуме, ахук вахта, бейн Мухаммад саллату салям. Сяхна хаймур, саллаллаху алейхи ва саллям. Ат-та'уну риджсум. Та'уна риджсум. Бейх азбдызу. Да'уна. Урсаля аля таифатин мин бани Исраил. Дакин вол дайлы, хаул бану Исраил. Азбдян шхан дайлы, сантия азбдыз. Фаидна самятум бихи би ардынью, фаля тақдаму алейхи. Наясын из, аун из лазыры, цамек дэн шо, хакуз юак пеймур, дэзм олтин. Цамек чуму гулжа. Фаидна самятум бихи би ардын, фаля тақдаму алейхи. Ваидна вакаа би ардын, ванта биха, фаля тахраджу фирара минху. Наясын хумек гулж. Из лазыр наясын сага китта хули. Цамек гудму тэн пеймур, дэзм олтин. Ани лазыр сагу, да хакуан бач. أبو هريرة زود يا ناس لطسن سجع برد خلا رأليته القيم حق ينقيم الله عليه الصلاة والسلام لو تشم يا ريوخ برد خلا رأ بقد شو يا ريوخ الله عليه الصلاة والسلام سياق عيسى قال تشم يا عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء سابق القدر سابقت العين نجع سديال قل ديال يازي قل خوت يشلاري يديال قل ملا بحنا سديال قل حظ يا شلاري إجي الحلقة جواحة غير بعد برقيم الله دياسة بطل بعد وهد الدروح وإذا استغسلتم تغسلوا إلتشن وإن دياسن قلتم شوان بعد بيوز وصب وشوان قوش علي قوش أنصفية على دياسة مثلا تساقى ملا بير خسقي الدليا يساقى حو خسقي تولي مثلا تساقى بعد عخلش مثلا حي بعد حنيفة حنخوش قلتش سنة درداء سحون بعد بيساقى قوش ويساقى قوش أعجي لابس إيس ديستو Рамыз это же кий геш, кел геш, пу геш, ду уже рамыз есть на тот цене. Элчи на йо, Андреаса Мотсон, что рамыз и цехас луч везет к сагио. Бальк хенерви, луч везет. Ши луч я лачу аппеймору, Андреаса Мотсон. Исхи, дегас хит там, луч мэй я аппеймору, луч аппеймору, Андреаса Мотсон. Хэн изм эгги сиха, бардам бакты духама, изгун дэ. Айша зо, Андреас Мотсон, элчи на Андреаса Мотсон, эмор дыши гео, что бальк хлара, رقية يش أنا رقية يا رأ أرسل ما تقول شو يقص ذكر يعني يقص تقول ديال حيق ودقص سووا شيء بعد خبرت يش أنا سيقيم الله عليه الصلاة والسلام جبريل وحيق رقية يشش بعد خلص جع يش خاطر بسم الله يمريك ديال ترى الثاني حط أنور دي خاص ومن كل داء يشفيك شيء ملدول جدول هذا الحمدال نبدو دي خاص ومن شر حاسد إذا حسد بيخ حوت حقي وسقي حقق نازايس وحولي شنو حطني يقولش وشر كل ذي عين ما الله بو بيخ بلقي حقيت بعد وزراغ الله ودي غاس علي ديش ديش سو بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين هذا سيقنا قلتم يوم عليه الصلاة والسلام تلقى الناس يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك زوخ أنس ابن مالك يقول تسقوا يا ذلوخ تسقوا لوج أمو حضوش دا أنس يأتون جيو إلتشنو دي رسلم خلطو يشا رقة يش أسح موج واش نبيا حم دار قبل حمد ديش أسح قال بلا يش من أهل أزوخ فقال دح يا أبا أنس اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما عند اسكر ايش تسمو بس في هذا اللهم رب الناس يا الله ادمي ديال مذهب الباس ما الله دور دوز جي حم يخطور حوز ديال ايش في انت شافي درب دي على زن ديال درب دي الحوة لا شافي الا انت درب دي الحمى قوا واتز ديال شفاء درب ده حدر لا يغادر سقما تعدي عن حدر بغداد خما دعوزت سيقصنا عائشة زودة ليس قلتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى لسانه الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح دعا ستسجيوه فإن الغوش دعا سلم قلت تسجيوه تحجوية خوادوية تحجوية لي يخوادوان ديغا تحلزرتو تحجوية إلتنو فوال ريوح عليه الصلاة والسلام إلتنو ملاق دادوتني أتشو ودعا سفيان وسبابته بالارض بيمر وديا سلام خلتنا يا اوكزاتني بارتس بيمر ايش مت تاعت ادبيه لك لا تعيط تي توبر بي لا توبر قد مش توبر حد موجود هنا اتوقع بيجي توبر اتعبي اوتش نوالو
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا يعني فيم الله ديال صن خلطن بإذن ربنا توشن وزياري على ديال صن خلطن شو أتوع بوزو أسوي عنده فيم الله بسم الله تربة أرضنا توشن وديال صن خلطن ديال ترتشو شو ديال تري بركة ترتشو فيم الله ديال صن خلطن تربة أرضنا أوه توبر تاني أوه لحت توبر تاني شو ديال ترتشاني از بيك تصاني توبر حياته بريقتي بعدنا ريدي عنا بقى شد تصاني حياته بتوس ليشفى به سقيمنا ويقي وزرق التاسقاتن دال درد الدوش بإذن ربنا ديال قلوم التعالي دال شو دال ديال سبوك التوبر حياته نقيم الله ديال سبوك عائشة جو رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها إذا مرض أحد من أهله فهم الرسول صلى الله عليه وسلم تون أهله تون تون سقى تموكش خلطشو نفث عليه بالمعوذات قل عوض برب الخلق قل عوض برب الناس أسور تجي إيش تشكل جي عش ديشي تون تاني خو عش دو جي إس كل جي تموكش سقى تون تون سقى حق الوقيم رضي الله عنه تون تاني درب الله سيأتي قلتنا عليه الصلاة والسلام تيوج الله شرعنا رقية خو تواصل مثلا ندعى والخواه مثلا ندعى يقرأ آية دس القردة يقرأ آية تعخش ليس تقدر باش زعفران يا حمد ثاني خش زيازة دي أخو شو قلت أسخد سعداء دي سخيمي وجد مثلا أتون قال حديث حمد واسن دي دي شيء زالي ما الله دوج دولة قرأ دلي حديث دلي دار بغلية قلتنا يوصل الله عليه وسلم نقع سن شيء قع شرك ديتي شيء قحطيق حارم دوج حمديتي في مرودي أصلاً وقتنا درب دي مجدين إلتشن عليه الصلاة والسلام سيقع حديث عثمان ابن أبي العاص يوخ عثمان ابن أبي عاص يوخ أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده شيء ديغا قحا تعوذر خمتنا حورتو إمدواج خانين سان عصدواج خمت وزر وزر وقوحتو يخير إحر في مركات الأزواج دي أصلاً وقتنا وزر أخذ الدشيع قلتنا يا عرض الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك حي وزر الدشيع ومهتك حي كل عطت عدي وقل الله بسم الله ثلاثا قد أدعى بسم الله بسم الله بسم الله وقل تلطي حيطيها سبع مرات ورخ تديش الدعاء أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر تسبح ورخ ديش قاعد يا روح بيش مروح صلى الله عليه وسلم ازدد از حسنا ابن ابي عاصو يوخ والله يوخ از تو ايه تسبح ياقي احتراز يوخ از دار بحد لاز يوخ اسمع والله يوخ تو دي لحدي تدعى قدش دار قدش وزر اغا تحق دي حول تو دي وقد سمت واقع جي وزر عمد جي سيوخ ابي سعيد زور رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما قلت مشوري يا شو يا صن قلت دير قلت جني بالخاي سجيد يا بعد خلايا دائما شيء ديال الغر ودي الطيوخ دال قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس شو صار دار دوس دلت الشيء دار دوس تاج تشيدي ثاني دائما شن ثاني از ديش يقدر تقول يوخ قمو غير بيت يوخ قيمه ولا شو اي تي سبي ولا ديال سمو ايش ابن عباس هو ده ابن عباس يوخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين قلت شنو ديال سم قلت شنو شي يعي عند حسن حسين از دي هنا تان دار دي جو تان رقه ايش يوخ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه يخشى سؤال يا شيء مثلا سقوا شين ديش خاشي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة شين ديش خان معاس السقى عاز ذات ديش خاش مثلا وعيدك يا تسقى قد وعيدكما يا شو سقى قد وعيدكم بقني عندك مثلا لو شنو هذا لو يا سام قلت دع أذكى ليش تقول سؤال وعيدك بكلمات الله التامة يا خردي هذا وزن ديله أياف تو ديال قوات چش دوز دو ديال دشا ثاني ديال حلول ور ديال قاس
من كل شيطان شيء نضل شيطان وهمتنا دعا زيد جنس قومي ومن كل عين لامة اي مو بعقري ادم زيق يشبه اخوي و ادم بعقر حضور ورديغا يعني او شنو هذا يا سمو شيء بير ايش نور دورتو يا اخت او شنو هذا هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل عليهم السلام ايش ابراهيم في المرودور شو عند يا سم طلطون شيء واسحاق اسماعيل يا يعني رقيم الله يا سمو أبو هريرة رضي الله عنه قالت حسنت يا رب لدغت أقرب رجلا تقول أخشى أقرب سكربو نقص تتكير تسقى تتكير تيو فلم ينم ليلته تلبيس نلبيس يحقن تيو لحقت وزير تيو تيو لبيس أو مو يحقن تيو فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أوش نك يا رب إن فلانا لدغت أقرب سكربو تتكير تسقى فلم ينم ليلته لبيس يحقن تيو فقال أتني يا رب عليه الصلاة والسلام أما إنه لو قال حين أنسى توشي سيرينج وأشخاص أن الله يا رب أتني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب من حتى يصبح أتني زور ديا سمعتم سيرينج ليش سيرينج شيء وأشخاص أن الله يا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا رب والله يحفظه ديا سمعتنا تسرع في بيسنا تحسكت تزيد يا مقدار في قيام ديا سمعتم لا قرآن شو يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دار يقرآن دار دوس ديات ويا دار إمدلاش ناخ دردوش يا دار شيء قاعد دردوش إمدلاش ناخ أخيه تنبحر يا دار ديال الكتاب يقرآن قرآن ديش قاعد كم تا دردوش تاقي عدا الوزراء حدوا وردوا حماية خذ سقو بيسن أول شخانة شيء تالله يل صوت عت قولده أي مرة يو عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل مثلاً بيس حد يجوا فكفوا سبيانكم مخ شيء ديزل يعني أي مرة ده اسمه أرب مليد يعني فإن الشياطين تنتشر الحين إذن فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فاغلقوا الأبواب قيم الرزوع عليه الصلاة والسلام دعا مجد الله مستيق بروح تجاه سخان شيء ديزل آرم ميت وقيم الرزوع عليه الصلاة والسلام فقلعت من بول الشيطة دعا يجو خيز يو شيء بيدت سخان شدو هل ديان قيم الرزوع عليه الصلاة والسلام نحن نقول أن قيم الرزوع بسم الله ديال طياحك بسم الله نحن نقول أن قيم الرزوع عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يو الشيطة لا يفتح بابا سنع حي المجد دهت شوان بسم الله قد أغل نح حي المجد شوان قيم الرزوع عليه الصلاة والسلام وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله فيمر عند ياسم بطن شو عش خيم يلجوا ما الله كوف شين لي يز بودي قط عن خيم يرحم شيء خيش دور بحير دق ولا تيمر بسم الله علي الشيء ده عيات ما بود ده شمس واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم وشيء يلجش دور جو بحير عن قلش من ده صوت بسم الله تي دق ولا تيمر ولا ياسم بطن خلني عش ده غد سنة زيت ولا تيمر ما بود ده تيمر إيش إبليس إشته زيزيتو موجود. أخ يو قيمر ودي أصلاً خلتم وأطفئوا مصابيحكم شيء عدو في شان حلقة تصار بسيو على الخنيتة يرتر حلقش إز أياي أخان قيمر وشي عدو في شان دي أصلاً خلتم حانيا جلت إنه عند دي أصلاً خلتنا ما الله دق مولو جو حمزة إز عتيغة تيوغة شي تعود طلق شو دال الكيرم بيان قيمر ودي أصلاً خلتم تعنا قيمر يو عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء وأوكوا السقايا شيء يلتدور بحيغي خيطور بحيغي نقول يعني قيم الوضع يا سمعتم فإن في السنة حار شرغة ليلة تعبيس شون ينزل فيها وباء نظر دوش بيس شون حار بيسا لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقايا ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء لقع سمت بيسا نظر دوش بيس شون قيم الوضع يا سمعتم حتى يلت يا حات خيش دوا بحير مثلا الدعوة لا تقول يقيم الله ذا سمعتم حات تمودا بحير ش نظر شغل يقيم الله عليه الصلاة والسلام شاء يقعد حبيس هذا ما بيس خ خات إذا ما أنت حات بيس أنا أقول يس أقول بحير شيء ترى أنا سجعت خوجة نظر حدوا وجو حماس تحقد سج نظر قيت وجو سج شيء نظر سج وسطو ورا هذا لا قول عن شو يوم وبشر الصابرين يوم
sabri satiya naqqa baqta yodam allazina idha asabatuhum musiba yodam shuash tabadi yodam qalu sar olhun inna lillahi qodiyaldi allah indi to va inna ilayhi rajiun qodiyald desdurdi ensa el chodam ulaika da tuna yodam alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatuhum Çunayak kuştuluk oldal. Diğer kahyetim, diğer dikçe kuştuluk oldal. Ve ulaike humul muhtedun oldal. Icbuhun olakın oldal. Ay nisbe icbuhun oldal. Peygamber yok aleyhissalatu vesselam. Aceben li emril mu'min. İmdila segi bil khatamı şu az yok. İnne emrahu kullahu khayrun. İmdila segi tüm belli gibi olduk bu yok. Ve leyse zâke illi ahadi illa li mu'min. Tasık bahçı tüm nolda bil khatamı tüm dikya duruşu. Tasık bahçı imdila sıkmakya. این اصابت و سرا این دلست اگه بغمشت بیاد چوخ چون دیک هم دیه چوخ چون دیک هم دیه چوخ چه دیک هم دیه چوخ اگه توسه گزه شکره دل شکر ده چو خیر الله و دل دیکی اصول وقت بسو و این اصابت و در را نگه اصابت چون زیر قاید چوخ زیر قاید چو صبر دیه در صبر دو چو اخلی قنوق ده رو توسه تو راده قنوق ده رو معلوس نیوخ این دلست اگه مرور این دلست اگه مرور وقت چه خیلی مرور ده اصلا مقصنه از اوچی بخواه چون گه تایم بشه قلت له يوه عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تعبوث سجموات يصيبه أذى شيء زي قواتش أو مرض يتسن مثلا تلزر قواتش إلا حق الله به سيئات لقن وضاء تلزر تسان دهو قنو سك تسان مجمال كان كما تحط الشجرة ورقها يقن الغانج علي قراء تر دهو اشتو حش بي دهو دهو تم قنو اشتير علي جمع قيوخ بيه مروه صلى الله عليه وسلم قداح وتعد قديم مسلم يعني دار بيدو قديم كأيات آر عشيل إيه بعد الآخر الله عنه وجزك ودع سكس النبوي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه عباد الله فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوه واطيعوه ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون عباد الله ان الله يامركم بالصلاه والسلام على رسول الله وقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك واعداء الدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر احيانا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه يرحمكم الله